فعلت فعلها الاتصالات والضغوط، فأفرج عن المهندس عبد الله البريدي والدكتور حسين الفليطي بعد خطفهما منذ السبت الفائت. في بعلبك وفي حارة الشراونة حي آل الصلح تعيش عائلة من عرسال منذ سنوات طويلة، من بينها البريدي والفليطي. في منزلهما انتظر الأقارب والأصدقاء منذ لحظة تبلغ العائلة خبر الإفراج عنهما. تطلبت إجراءات الاستماع إلى أقوالهما في أبلح في مركز مخابرات الجيش بعضا من الوقت. وفي الانتظار كانت تجهيزات الاستقبال في حي آل الصلح أشرفت على الانتهاء. كيف طلعت؟ الحمد لله طلعت شقفة واحدة. تاني شي صار في ضغوط ما بعرف ليك أنا وين صار ضغوط، بس بشكل أساسي شكر لشبان، لأنه لولاهم يعني لو بده يصير ضغوط من رب العالمين ما بطلع. بترجى ما حدا يقول نحن مخطوفين. الشباب اللي كانوا مستضيفين نحن كنا باستضافة، وشو بدي أقول لك، الله يوجه له الخير. توقفت لأنك من عرسال؟ لأني من عرسال، بس أنه يعني نحن بنحمد الله أنه الجماعة كانوا مناح اللي توقفنا عندهم، مش ناس بلا ضمير وبلا شيء، كانوا ناس جدا جيدين، بس هن عملوا ردة فعل على الفعل اللي بيفزع فوق بجرد عرسال. نحن بنطلب من هوديك الخطفين لهم أولادهم يتركوا لهم أولادهم، لأنه هن كمان أولادنا يعني. هل صار في خوف عندكم من التنقل على الطرقات بعد اللي صار؟ هلا ايه في خوف، اكيد في خوف، لانه اوقات عم بيصير في شويه فلتين امني، وبنتمنى انه كل الجهات الامنيه تشتغل على ردع كل هالفلتين هذا اللي عم يصير. لم يتحدث عبد الله ولا حسين عن خاطفهما الا بتفهم. اسباب الخطف ارتبطت بكونهما من عرسال، علما ان كثيرين من العراسلة يعانون مأساة خطف ابنائهم العسكريين لدى داعش وجبهة النصرة. ورنا الفليطي نسيبة عبد الله البريدي هي النموذج. انا من عرسال، جوزي من البزالية، اسمه علي البزال، هو بفصيلة الدرك بعرسال، وانخطف مع الأسرة عن جبهة النصرة. قدرتي تتواصلي معه من وقت اللي انخطف لهلا؟ حاولت كتير اني اتواصل معه بس ما وصلت لنتيجة. مثل ما انا مش طالع بايدي شيء، وانا زوجي المخطوف، اهل عرسال كلهم مش طالع بايدهم شيء، ما حدا طالع بايده شيء. كان فيي انا اطلع اروح جيب جوزي اقول لهم او ببعت اهلي، يا عمي هذا صهر نعطونا اياه، كانت الامور بتنحل بهاي الطريقة. خرج عبد الله البريدي وحسين الفليطي الى الحريه، لكن عرسال كل عرسال تبقى اسيره القلق على المصير، وضحيه تحملها مسؤوليه ارتكابات تقوم بها اطراف هي غريبه عن البلده.